إذا كنت في حياتك الواقعية تحافظ على سمعتك فعليك مضاعفة الاهتمام بسمعتك الرقمية. تحدي رهيني نواصل به معكم على الهواء مباشرة مشاهدينا، وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. في ظل ثورة الاتصالات التي أحدثها الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، يستدعي منا الأمر أن نتساءل كيف نتمثل هذه العلاقات داخل هذا الفضاء، وكيف تؤثر السمعة الرقمية في حياتنا الاجتماعية. تساؤلات نرصدها بالنقاش والتحليل في مجتمع التحدي، وأتشرف باستضافة الدكتور هشام المكي، أستاذ الإعلام والتواصل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، ومنسق الدبلوم الجامعي في العلاقات العامة والإعلام الرقمي، مدير كرسي الأليسكو للاتصال الأخلاقيات والمعرفة والمجتمع بمنظمة الأليسكو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مرحبا بك معنا دكتور هشام. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المتميز. مرحبا، شكرا جزيلا. كما أتشرف بانضمام الأستاذ حسن خرجوج، خبير التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي. مرحبا أستاذ حسن. مرحبا، شكرا على الاستضافة والاستضافة الصباحية الجميلة، شكرا جزيلا. مرحبا. شكرا شكرا. طيب دكتور هشام، أتساءل معك عن السمعة الرقمية، ماذا نعني بها على اعتبار أن العوالم الافتراضية قد تتسع وتتزايد يوميا، لكن ما يلاحظ هو حجم التناقض الكبير بين ما ينشر على الصفحات وبين الواقع وبين العالم الرقمي. بمعنى آخر هو تضارب في القيم والمبادئ. كيف نستوعب هذه الانشطارية وهذا ما شاهدناه ربما مؤخرا على مر الجميع مع كامل الأسف؟ شكرا لك. السمعة الرقمية بداية هي قريبة من مفهوم السمعة كما يعرفه الناس على المستوى الاجتماعي، لكن السمعة الرقمية هي ذلك الانطباع الذي يتشكل عند الناس بعد متابعتهم لما تكتب وما تنشر على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ونتحدث عن السمعة الرقمية للأفراد العاديين كما للنجوم والمشاهير كما للشركات والمؤسسات العمومية أيضا. والحديث عن السمعة الرقمية أصبح الآن مفروضا نظرا لتعدد تعبيرات عن الهوية. بالتالي قد يقول للشخص هوية معينة على المستوى الواقعي في سلوكه الاجتماعي مع الناس، لكنه أيضا بانتباه منه أو في غفلة منه قد ينشئ أيضا هوية افتراضية موازية. الآن أصبحنا مع ممارسات ذكية في السياق الاجتماعي والسياق المهني لمحاولة معرفة من ذلك الشخص الذي سوف نتعامل معه من خلال تتبع ما يكتب وما ينشر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. قد أعطي مثالا أو أمثلة بسيطة وسريعة عن ذلك. إذا ما تأملت الصفحة الشخصية على فيسبوك لكم للأستاذة خديجة الفحصي، سيظهر لي أنك صحفية متمرسة واحترافية، لأنك تنشرين بعض المحتويات التي تبرز برامج معينة، بلاطوهات، استوديوهات تصوير، ودائما ما تحرصين على أن تبدين بمظهر أنيق ولائق واحترافي. هذا أمر جيد. أيضا هناك بعد آخر من بعض التدوينات التي قد أفهم منها لأنك إنسانة ربما قد تكونين مهتمة بالشعر والأدب، ربما إنسانة شاعرية، إنسانة عاطفية. أحيانا قد أقول هل تعرضت خديجة لبعض المضايقات في محيطها الاجتماعي؟ أحيانا قد تستاء، معذرة على هذه المفاجأة ربما، لكن أنا أؤكد لك أنها سمعة إيجابية بالمناسبة وسمعة تليق بسمعة هذه القناة الرصينة التي تشتغلين فيها. لكن تخيلي أستاذة أن شخصا يريد أن يتقدم في عائلة محافظة لخطبة فتاة في سياق المجتمع المغربي، قد يدخل إلى حسابها على الفيسبوك يتأمل في صورها وفي سلوكاتها الاجتماعية، ومن بعد ذلك يتخذ قراره بالمضي قدما في مشروع الزواج. صحيح. أم لا؟ هناك دراسة دكتوراه أنجزت متميزة ونقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حول تأثير السمعة الرقمية للأفراد في مستقبل التوظيف المهني، بمعنى أن الشركات أصبحت
تلجأ إلى مراقبة ربما حسابات بعض الأشخاص لأخذ انطباع عن استقرارهم النفسي صحيح. وتوازنهم النفسي وأيضا لقدراتهم. ففعلا نحن أمام تزايد الاهتمام بالسمعة الرقمية، أصبحت بعض الجهات تعمل بذكاء على مراقبة شخصيتك الحقيقية من خلال ما تكتب وتدون، وبكل حذر، إذا بالضرورة نحن يعكس، أحيانا نكتب بانفعال إذا بالضرورة بالضرورة حسابك الافتراضي يعكس شخصيتك، يعكس توجهاتك، يعكس مواقفك بالضرورة. صحيح صحيح. وهذا لكن حتى نكون نعم يعني لو سمحت لي إشارة فقط حتى نكون منصفين، ليه ينبغي ان بعض الاشخاص العاديين في مهن معينه قد لا تؤثر بشكل كبير يعني سمعتهم الرقميه على مجالهم المهني او نعم سمعتهم المهنيه، لكن طيب هناك مناصب اخرى ومهن اخرى هناك حساسيه فعلا ينبغي الانتباه اليها. نعم جيد. طيب هذا ما يقودني لأن أتساءل مع الأستاذ حسن حول الحد الفاصل أو ما الخيط الناظم بين السمعتين الافتراضية والواقعية، أم يجب أن يتقاطعان وبأي طرائق يمكن أن نسوق لأنفسنا أو بأي طرائق يسوق لها البعض هذه السمعة الافتراضية؟ صباح الخير. أنا سمعت الأستاذ هشام، أنا بحال اللي جالس في واحد المحاضرة تنتصنت ليه في الجامعة. الجميل هو أنه أعطى نبذة كبيرة على السمعة الرقمية وكيف يمكنها أن تؤثر داخل المجتمع. السمعة الرقمية أصبحت الآن هي واحد رهان قوي، أصبحت خاصة أننا في ظل تنامي المنصات الرقمية وفي ظل تنامي مجموعة المواقع التي أصبحت تبحث على قواعد البيانات من أجل استغلالها في هذه الحيثية. نشوفوا أنه السمعة الرقمية مع السمعة التقليدية أو السمعة خارج المنصات الرقمية كنلقاو أنها هي نفسها. بالنسبة لنا مثلا تكون بعض الأمور تكون تشتغل على بعض لي برودوي أو بعض لي سيرفيس أو تبدا تحاول أنك تقلب على هذاك الشخص كيفية التعامل ديالو في الحياة الشخصية عن طريق فيسبوك، عن طريق انستغرام، عن طريق تيك توك، عن طريق المنصات الرقمية، وكذلك من أجل أننا نشدو هذاك الشخص ونحاولوا أننا نضبطوا مجموعة من الأشخاص اللي عندهم نفس الاهتمامات ونفس السلوكيات ونفس البيانات الديموغرافية. وهذا هو الخطير في الانترنت، هي انه التي تتقضى انك تراقب حياه الافراد وحياه الاشخاص بشكل دقيق ودقيق جدا. المساله الاخرى هو انه السمعه الرقميه الان اصبحت تبنى، ما بقاش ديك السمعه اللي كنا يعني في حدود من بدايه 2009 حتى الكورونا بالضبط كنا ممكن اننا ما تنديوهاش في المنصه الرقميه بشكلها الخطير، ولكن كنا تنقوموا انه تنقول تجي تقول انا تندير واحد فيسبوك تنشر فيه الامور ديالي الشخصيه كذا، ولكن دابا لا، ولو كما قال الاستاذ هشام انه شركات ولا تطلع عليك على هذه الحسابات ديالك ولات ان الحياه ديالك المهنيه تقدر تاثر بحساب او اذا يتقاطعان استاذ حسن، يتقاطعان السمعه الافتراضيه والسمعه الواقعيه ممكن ان يتقاطعان؟ طبيعة الحال يتقاطعان ويتداخلان الان، ما بقاوش يتقاطعان، اصبحوا يتداخلان بواحد الشكل اللي غيولي من هنا ل 2030 غيولي مهيمن بواحد الشكل كبير، خاصه مثلا نعطيك مثال بلينكدين. دابا وليتي الا بغيتي انك تخدم او انك تشوف واحد البروفيل اللي بغيتي تخدمه عندك في الشركه ديالك او في شي مؤسسه، الله تقدر تدخل لينكدين وتاخذ نبذه عليه بواحد الشكل كبير بلا ما تحتاج انك دير معاه واحد الانترفيو. وشركات دابا عالمية يعني شركات في دول أوروبية، أمريكا، في كندا، ولات تبحث على سميتو كفاءات وطاقات عندنا هنا في المغرب وتتوظفهم عن طريق لينكدين بلا ما تحتاج أنها تمشي ودير واحد السيمينار وتجمع فيه الناس. ممتاز. طيب دكتور هشام، كيف تتحدد أهمية السمعة الرقمية في العصر الحالي؟ وهل تؤثر السمعة الرقمية في الحياة الاجتماعية الحقيقية؟ وكيف يتم هذا التأثير؟ نعم، مرحبا. طيب الآن ربما
ما يعلن عن أن مواقع التواصل الاجتماعي قد صممت أصلا للتعبير عن الذات، لتكوين علاقات وصداقات، نعم، لكن شئنا أم أبينا أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح سلوكنا على الإنترنت يؤدي وظائف أخرى. فمن خلال تحليل طريقة تفاعلك مع كثير من المنشورات والأحداث التي تقع، من خلال تحليل ما تنشره من صور حميمية شخصية أو اجتماعية أو مهنية، من خلال تحليل أيضا كيف تتفاعل وما الذي تكتبه، أستطيع أن أكون عنك انطباعا واضحا. بالتالي السمعة الرقمية أصبحت مؤثرة بشكل كبير. لماذا؟ لأن كل واحد منا له على الأقل 3 مستويات من الظهور الرقمي قد لا ينتبه ويخلط بينها: الظهور الشخصي، الحياة الشخصية، انطباعاتك، مشاعرك، انزعاجك، فرحك، الظهور الاجتماعي، علاقاتك في محيطك الاجتماعي، والظهور المهني وهو حساس جدا. الإشكال حينما لا نستطيع أن نفصل بين هذه المستويات الثلاثة على نفس صفحة الفيسبوك على سبيل المثال، أو صفحة أي موقع تواصل اجتماعي. دعني أقعك مثلا أمام أحد الإشكالات البسيطة التي كنت أعالجها سواء في تدريب مهنية أو مع طلبتي في الجامعة. تخيل أن موظفا في إحدى الشركات استفاد من عشاء اجتماعي أو وجبة غداء اجتماعي مع جميع موظفي الشركة، وهذا السلوك تلجأ إليه بعض مؤسسات العمل لتوطيد العلاقة الاجتماعية بين موظفيها وتذويب الحدود النفسية بين المديرين وبين الموظفين. وبكل حسن نية يشارك صورة للوجبة على حسابه الشخصي ويقول: الفخر الانتماء إلى شركة كذا مثلا. هذه الصورة بكل بساطة قد تكون ناجحة، لكنها قد تشير أو قد تسيء إلى سمعة الشركة حينما تظهرهم بشكل غير احترافي، سواء من حيث الهندام أو الملابس أو مكان الجلوس أو غيره. بمعنى من الذي له الحق صحيح، في إدارة السمعة الرقمية للشركة؟ هم حصرا مسؤولي العلاقات العامة داخل الشركة. هذا المزج، هذا التدخل حساس وينبغي أن ننتبه إليه. طبعا الأفراد قد يعبرون عن ذلك بحسن نية. أنا أقول لك حتى الآن صحيح، أنا شخصيا حينما أريد أن أدخل في علاقة تعاون علمي أكاديمي مع جهة معينة، أقوم بعمليات بحث على الإنترنت لأحاول أن أتعرف على تلك الشركة، ليس فقط من خلال، أو عفوا تلك الجهة، ليس فقط من خلال ما ينشرونه، وإنما أيضا من خلال ما يكتبه الناس عنهم. إذا هذا على المستوى المهني. على تمام. المستوى الاجتماعي أنا قلت لك هناك إشكالات أخرى ترتبط بالشركات، بمؤسسات الدولة، المؤسسات العمومية أيضا موقفها حساس، ينبغي أن يكونوا حذرين جدا في كل ما يكتبونه طيب وينشرونه على صفحاتهم. طيب نحن فعليا، نعم نعم طيب ربما هذا يدفعني لأن أتساءل مع الأستاذ حسن، كيف ينبغي أن نتعامل إذن مع السمعة الرقمية، وهل يمكن أن نتحدث عن سمعة رقمية للمؤسسات أيضا كما هي للأفراد؟ كما أشار الأستاذ، هو أنه الأفراد داخل المؤسسات هو كيان واحد، يعني ما تقدرش أنك تفصل الفرد على المؤسسة أو المؤسسة على الفرد. هذا من جهة. من جهة ثانية هو أن دابا أصبح المشكل هو كيفية تعزيز الثقة العامة أو الثقة ديال الجمهور اللي متبع، سواء الشركة أو المؤسسة أو. هذا تيحيلنا على واحد 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 المعطى معين، هو التأثير ديال السمعة الرقمية دابا حاليا على المبيعات، على فرص النمو، على الشركات، على تعزيز الثقة العامة، على كيفية صياغة بعض البرامج الخاصة بهذا الجمهور اللي تيتبعنا عن طريق السوشيال ميديا. كذلك تيكون واحد التحدي اللي هو يعني باقي حاليا غافلين عليه، هو ديزانفورميشن أو المعلومات المضللة، خاصة أن دابا التضليل أصبح خد واحد النسبة ديال واحد 35% من المعلومات اللي تتنشر بشكل يومي. السمعة الرقمية هذا هو الدور ديالها، خاصة مع المؤسسات أو الأفراد أو كذلك أو الشركات الخاصة، هي تعزيز هذه الثقة بين ما هو بين البشر، أو تنقولوا أن الناس إنسان جالس في قهوة تيهضر على واحد المؤسسة أو داخل العالم الافتراضي.
جيد دكتور هشام، كي إلى أي مدى هذه السمعة الرقمية أو الافتراضية قد تعكس لنا الهوية الخصوصية، ومن المسؤول عن هذه الفوضى داخل العالم الافتراضي؟ لم يعد أحد يعير اهتماما لسمعته، يعني أحيانا ربما تطغى المصلحة الآنية، تطغى أو يطغى تحقيق رغبات لحظية، وأحيان أو أحايين أخرى ربما تطفو على الواجهة خدمة أجندات معينة. طيب شكرا لك. في البداية أريد أن أؤكد على مسألة أساسية عالجتها أكثر من مرة في بعض الدراسات التي أنجزتها، وهي أن هذه الفوضى الآن الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي هي فوضى مقصودة. كلما كان المجال غير منظم، كلما لم يكن هناك قواعد واضحة، كلما لم يتم الإعلان عن معايير وعن طريقة استخدامات معينة، إلا وأدى ذلك إلى المزيد من الربح التجاري لمنصات التواصل الدولية وللفاعلين الكبار. هذه نقطة أساسية. بالتالي تقودني إلى هل الأفراد العاديون مؤهلون لتفهم هذه الإشكالات وللحذر من هذه التحديات؟ طبعا لا. بالتالي الإدارة السمعة على منصات التواصل الاجتماعي قد تؤثر على الحياة الشخصية المباشرة للأفراد، وهناك كثير من بين مزدوجتين من النجوم أو المشاهير وحتى الناس العاديين تعرضوا لمضايقات كبيرة على المستوى الاجتماعي جراء إحدى التدوينات التي لم ينتبهوا لتأثيرها في المجتمع المحلي أو المستوى الاجتماعي، وتسبب ذلك في تعرضهم لمضايقات كثيرة. هناك حالات وأنا أوثقها في العالم العربي لحالات طلاق نتيجة ما نشرته إحدى السيدات المتزوجات على حسابها الاجتماعي من رقص في مناسبة معينة تعرضت للطلاق. هناك إشكال أود أن أشير إليه الآن والذي أؤرق بالي بشكل أساسي، صحيح صحيح، وهو قد ينشر بعض الأشخاص تعليقات تفاعلات معينة لا تؤثر بالضرورة في سمعتهم هم، ولكن تؤثر مع الأسف في سمعة البلد. الآن بكل بساطة قد يصبح أي قد تصبح أي تدوينة أي فيديو بسيط لأحد الأشخاص غير المعروفين على المستوى الوطني قد تصبح مادة إخبارية غدا في إحدى القنوات الإخبارية العربية ونموذج يسيء إلى سمعة المغرب. بهذا أصبحنا الآن غير يعني مدعوين إلى كثير من الحذر. أصبحنا نحمل سمعتنا الشخصية ونحمل أيضا سمعة الثقافة المغربية وسمعة صحيح. سمعة صحيح. بلدنا. نعم فعلا. أستاذ حسن، كيف برأيك نستطيع أن نحمي سمعتنا ونحافظ عليها؟ ما هي الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في هذا العالم الرقمي حتى دعني أقول نصبح أمام حالات مرضية باثولوجيا، يعني ربما قد تستدعي العلاج والاستشارة الطبية؟ نسوق لأنفسنا لكن بشروط. صحيح. التسويق الرقمي عن طريق المنصات الرقمية هو ينبني على ثلاث مستويات: أولا المراقبة المستمرة، ثانيا التحليل، ثالثا التفاعل، تحسين التفاعل مع الجمهور. هذه المستويات أو المراقبة المستمرة، نقول المراقبة المستمرة يعني سواء الأفراد أو المؤسسات خاصة تراقب ما تكتب ما تنشر بشكل آني، بشكل يومي، بشكل أسبوعي، بشكل شهري، وتعمل التحليل ديالو وتشوف أنه كيفاش التفاعل ديال هذا الجمهور تيكون يعني مع المحتويات ديالها، وتقدر أنها تحسن هذاك الكونتون أو هذاك المحتوى اللي تقدر تقدمون هاد الناس. بالنسبة للحماية ديال المعطيات الشخصية عن طريق المنصات الرقمية، بالنسبة للأفراد هم كما قلنا هم متداخلين مع الشركات أو مع المؤسسات، لذلك الفرد خاصو يكون واعي بشكل كبير ما ينشره ما يقدمه عن طريق الإنترنت. بعض المرات يكون تعليق بسيط جدا ولكن يقدر يخدم أجندة ديال دولة معادية لنا مثلا، أو المجموعة ديال الأمور اللي انت تشوفه مجرد فيديو ديال 30 ثانية أو ديال 20 ثانية ولكن يقدر يدير مشكل كبير على الصعيد الدولي. كذلك كاين واحد المعطى آخر هو كما قلت هو المعلومات المضللة التي
تروج بشكل كبير عن طريق الانترنت. وخصنا نفهموا ان الخوارزميات ديال المنصات الرقميه هي خوارزميات ذكيه جدا. صحيح. ان فوا تلقى واحد التفاعل على واحد البوست او واحد الارتيكل او واحد سميتو او واحد الفيديو كتقوم انها تعطيه الاولويه في الظهور بواحد الشكل جيد. لذلك خصنا ناخذ بعين الاعتبار هذا المعطى ونخليو حياتنا سواء حياتنا الشخصيه او الدفاع على كذلك الدفاع الوحدة الترابية أو هادو نخليهم حاضرين بقوة ونقولوا أنه غنحميو رأسنا ونحميو وليداتنا ولكن نحميو حتى ولادنا من هاد الأخطبوط الذي يطوقنا من جميع النواحي. جيد. دكتور هشام مكي، ما هي مستويات السمعة الرقمية؟ كيف ندير السمعة الرقمية؟ أكيد لكل مستوى من هذه المستويات ربما نسمع عن العلاقات العامة والسمعة الرقمية. أود منكم أن تقربنا من هذه العلاقة. مرحبا. يمكن أن نتحدث بداية عن 4 مستويات على الأقل للسمعة الرقمية. هناك السمعة الرقمية للأشخاص العاديين الناس في سياق اجتماعي، هناك السمعة الرقمية للشخصيات العامة ونجوم المجتمع، وهناك السمعة الرقمية للشركات التجارية، وهناك السمعة الرقمية للمؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة عموما. فيما يتعلق بمستوى السمعة الرقمية للأشخاص، أنا قلت يعني سأمر عليهم سريعا باختصار. السمعة الرقمية للأشخاص العاديين، ينبغي أن يفكر كل فرد ما هي الشخصية التي تريد أن تظهر عليها أمام الآخرين، ما هي الشخصية التي تقتنع بها وتحاول أن تكون أو يكون نشاطك على الإنترنت امتدادا للتعبير عن هذه الشخصية، مع ضرورة الحذر في عدم المزج بين الاجتماعي والشخصي والمهني. إدارة السمعة الرقمية للشخصيات العامة والنجوم والمشاهير بكل صدق لا تستقيم بالجهد الفردي، تحتاج إلى الاستعانة بفريق ينصح ويتابع، وهذا ما يفعله بعض الشخصيات العامة في الدول الغربية. نعم، توكل هذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص. لماذا؟ لأن الخطأ سيكون له تأثير سيء جداً على سمعة طيب هذه الشخصيات في تقلد مناصب حساسة. دكتور، نعم؟ دكتور هشام، في نقطة في غاية الأهمية، المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم، هل من مقترحات في هذا السياق؟ ما هي النصائح العملية التي توجهها للمشاهدين لإدارة سمعتهم الرقمية في هذه الظرفية بالذات؟ طيب، أنا يعني يهمني أكثر المصلحة العليا للوطن إدارة، نتحدث بداية عن الدولة. طيب، أنا أقول أن المونديال كأس العالم هو فرصة تنموية ثمينة جدا، وأنا متأكد أن القائمين على إدارة هذه المسألة على وعي تام بأهمية هذه الفرصة وأهمية استثمارها إلى أقصى الحدود. من جهتي كباحث ويعني أحب الوطني طبعا، أنا أقترح العناية بشكل كبير جدا بإدارة السمعة الرقمية للمغربي، لثقافاته، لمؤسساته، لمدنه المنظمة للمونديال. صحيح. ولكل ما يتعلق بالمجتمع المغربي، ولهذا ينبغي أن نستعين بآخر ما استجد في مجال العلاقات العامة لإدارة هذه السمعة الرقمية. أعطيك مقترحات عملية بشكل مباشر. أول شيء، ينبغي أن نضع استراتيجية لما يمكن أن يسمى بالعلامة الوطنية. ينبغي أن نحدد رؤية واضحة، ما هي الصورة التي ينبغي أن نسوقها للمغرب، ما هي عناصر القوة التي نمتلكها ونتميز بها عن الدول الأخرى. لأن الحديث مثلا عن التصدير أو عن الصناعة أمر يتكرر في كل البلدان، لكن أنا متيقن أن بلادنا لديها ما يميزها. طيب، صحيح. إذن على المستوى الاستراتيجي وضع صورة واضحة للعلامة الوطنية. رقم 2، ينبغي إنشاء هيئة معينة أو مؤسسات معينة متخصصة فقط وحصرت في إدارة السمعة الرقمية للبلد، وينبغي أن تكون بالمناسبة مستقلة سياسيا. لماذا؟ لأنها لا تتأثر طيب. مثلا بتغير الحكومات أو بتغير من يتولى إدارة هذه الهيئة. علينا أن نضع مؤشرات لقياس أداء هذه المؤسسة وهل نجحنا فعلا في رسم هذه الصورة أم لا، وعلينا أيضا أن ندير بعد إذنك سأختم لأن الوقت أدركنا، سأختم مع الأستاذ حسن. مرحبا. توصيات الأستاذ حسن كخبير في هذا المجال بإيجاز لو سمحت. بإيجاز، وحنا مقبلين على كأس العالم ومقبلين على أن غيدخلوا البلاد، غيدخلوا ملايين ديال الناس. الله، هاد الملايين داخلين بحمولات فكرية، حمولات يعني سواء على حمولات سلبية أو إيجابية، ولكن داخلين عندك البلاد.
العلاقات العامة أو السمعة الرقمية هي غتكون واحد لاليزون أو واحد رابط بين هاد الناس اللي غيدخلوا بالملايين للبلد وبين أنك تحسن الوجود ديالك داخل الإنترنت عن طريقهم. وهذا ما قامت به قطر في المونديال الفائت أنها سوقت لراسها بواحد الشكل. شكرا جزيلا، كل الشكر لكم أستاذ حسن خرجوج، نورتني بكل هذه الإضاءات. الشكر موصول وكل امتنان لكم دكتور هشام المكي، شكرا على كل ما تفضلت به. شكرا، مرحبا، نورتني. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.